ده حزب ديمقراطي ديمقراطي فهمتيني. حنا غنجيو نتيجه احسن. هنوني بون ديبا فرنسا نقولوا بون ديبارا مشى بحال هذا واحد السيد حماق كان كيحمق لي. سمعتك دابا عاد استعملتي ايه ديال القران علاش؟ يعني تراكتور احسن من العدل ولا عولت لا كاملين يعني جايزين كلشي جايز كلشي جايز. الزياد من 14 مليون مغربي ما مشاركش ما مسجلش في اللوائح الانتخابيه. مرحبا بكم مره اخرى في برنامجكم طنجه والناس. في هذه الحلقه غادي نهضروا على انتخابات الجماعيه والجهويه اللي غادي تقام في 4 شتنبر. طبعا هذا واحد الاستحقاق كيف ما قال عليه الملك هام وتاريخي بالنسبه للمغرب. علاش؟ لان المغرب كيعول على هذه الانتخابات باش انه يمر للمستقبل والتنميه بسياسيين اللي ممكن انهم يساعدوا المغرب للوصول لهذا المبتغى. ولكن للاسف في المغرب كنلقاو واحد الممارسه سياسيه اللي هي شعبويه واللي كيقودها للاسف ايضا امناء عامين ورؤساء احزاب. فمثلا فاس مؤخرا بن كيران كيوصف شباط بانه كذاب وبانه ايضا كيخاف، وغادي يوصف الباكوري على اساس انه ماريونيت، وغادي يوصف الياس على اساس انه حنش. كذلك الطرف الاخر كيوصفوا بن كيران دائما بالاوصاف اللي بلا ما نذكركم بها. هذا كيعطينا باختصار المشهد السياسي في المغرب ومدى قدرة هذه الأحزاب أنها تنتج لنا سياسيين وتنتج لنا نخبة اللي ممكن تتحكم في مصير المغرب مستقبلا وتقود قطرة التنمية. للأسف هذا هو الوضع السياسي في المغرب. استقبال رئيس الحزب السيد صلاح الدين مشوار. دابا بغينا 8 8 8. هذا الشعب خرج من رحم المجتمع ليحمل لواء الإصلاح. استخدموا بيتنا عزيزنا، استخدموا بيتنا مع الناس اللي كيحبوا البلاد. طنجة واحد المدينة اللي هي ثاني قطب اقتصادي في المغرب واللي هي كتحضر بالنسبة للمغرب كقاطرة تنموية بالنسبة للجهة ديال الشمال. هذه المدينة مازال كتبحث على السياسيين اللي ممكن يقودوها اتجاه المستقبل اتجاه التنمية، ولكن للأسف مازال ما لقاتش هاد السياسيين اللي ممكن يقودوها فعلا. احنا من طرفنا حاولنا ننزلوا للشارع ونشوفوا الحملات الانتخابية ديال مجموعة الأحزاب. علاش؟ باش نرصدوا مدى الوعي السياسي عند هاد المواطنين اللي كينتسبون هاد الأحزاب وكذلك بعض المنتسبين. حاولنا نطرحوا بعض الأسئلة ونشوفوا هاد الوعي فين وصل. خليكم معنا في هاد المشاهد. هاد الحزب شنو كتعرف عليه؟ كنعرف عليه زعما الناس مزيانين والناس ما كيبغيوش زعما الرشوة. حنايا كنتعاونوا معاهم لا ضد الرشوة، كنبغيو زعما نحافظوا هاد الفساد. لا هو هاد الحزب هذا شنو؟ واش في اليسار واش شنو؟ لا هاد الحزب هذا زعما في اليسار ولا في اليمين هو؟ لا في اليسار. ياك هو في اليسار؟ لا في اليمين. واش في اليسار ولا اليمين؟ لا اليمين. واليسار؟ لا اليسار مع ياخوين. شكون هما؟ التراكتور. التراكتور في اليسار؟ التراكتور هو اللي في اليسار. دابا العداله والتنميه في اليمين والتراكتور في اليسار. احراج كتعرف عليه؟ مخيرين. شنو هو هاد الحزب احراج؟ اسحار فهو بكوبه كل شيء باه الخلق وباه الشغل كامل فيه الخير ديالو. ياك مزوار وزير الخارجيه ولا وزير الداخليه؟ والله اعلم. احنا ما نعرفوش ما عندوش على اصل معاصره. الحزب نشيط مناشد. الحزب هذا الحزب مواطنه. هذا الحزب كتعرف مواطن كنعرف عليه الناس ديالو معقولين كيخدموا. هذا العمده البلاد كيخدم مزيان وقدم عملنا عملنا مواصلات عملنا. اشرح لي هذا الحزب شنو هو هذا الحزب اللي كينتمي؟ الحزب كينتمي اصلا معاصر المواطنه للمواطن. حزب المواطن. حزب هذا المواطن. واش حزب ديال اليسار؟ حزب ديال شنو؟ ها؟ شنو هذا الحزب؟ هذا حزب ديمقراطي ديمقراطي فهمتيني؟
حزب ديمقراطي، هذا حزب ديالنا ديال المواطن، جميع المواطنين ان شاء الله 100%. مقتنع بهم؟ مقتنع ان شاء الله. مقتنعش بالتراكتور؟ التراكتور هو مقتنع به. ولمن غتصوت؟ بجوج بهم عندي بحال بحال، ما نكذبش عليك. التراكتور بيدو خدم الدور في الحي الشعبي هنا. يعني التراكتور احسن من العدل؟ ولا عولت لا كاملين يعني جايزين، كلشي جايز. الانسحاب ديال رضوان الزين كيفاش كتشوفوا؟ والرئيس قال لك بزولة تجمع وعرة. وانا كنمثل الساكنه، وجوج الساكنه مشاو مع الحزب البام، والا انا بدي انا جزء من الساكنه، ثاني خصني نلبي طلب الساكنه. حنا غنجيو نتيجه احسن. هنوني بون دي فرنسا كنقولوا بون دي بارا، مشى بحال هذا واحد السيد حماق كان كيحمقني. احنا رصدنا مجموعه المظاهر اللي حملتها هذه الحمله الانتخابيه في طنجة، مثلا استعمال واستغلال ديال الاطفال في هذه الحمله، وكذلك الازبال اللي سباتها هذه الحمله في الشوارع ديال طنجة، دون اننا ننساو استعمال الدين في بعض المواقف ديال الاحزاب السياسيه في الشارع. الى هضرنا على الاطفال، استعمال الاطفال معروف بانه دوليا ممنوع، وواحد الشيء اللي كيمنعوا حتى الاخلاق والممارسه السياسيه في المغرب. بعض الاحزاب اللي تدعي انها عندها واحد الخلفيه دينيه وعندها واحد الاساس اخلاقي كتستعمل الاطفال، ورصدناها فعلا، وكذلك احزاب الاخرى. وهذا الشيء اللي كيخلي المواطن يمتعض ويشوف بان هذا استعمال واستغلال الاطفال هو بصراحه ما كيخدمش المصالح السياسيه وحتى الاخلاقيه بالنسبه للوطن ولا حتى للمدينه ديالنا. اتحاد الدستور هو حياتي يا مامي، اتحاد الدستور هو حياتي. استعمال الاطفال في الدعايه هو مساله قانونيا ممنوعه، ممنوعه من الناحيه القانونيه. كما نتحدث عن الدعايه بشكل عام، الدعايه للمواد والدعايه للبرامج وايضا الدعايه السياسيه، فنحن كحزب لا نعتمد على هذه الممارسه. انا صراحه الابنه ديالي عندها 13 عام، ما طلبتش منها، عندها 13 عام ما طلبتش منها، او 14 عندها بالضبط، عندها 14 عام ما طلبتش منها انها تنزل. هي ما اتصلت حتى بيا، مشات لواحد العلاقه الصداقات اللي عندها مع مجموعه الشابات فحالها ديال 13 14 عام، هي في حكم الاطفال، لان ما بقى ما عملت 18 عام، وقالت انا باغي نخرج. شنو المشكل؟ الا جينا نهضروا على الازبال، راه حنا كنضيفوا اعباء جديده لهذاك الشخص اللي كينوض في الصباح ويبقى يشطب في الشارع. هذاك الشخص خصنا نحترمه ونحترم حتى البيئه ديال المدينه، لاننا كنعملوا الحمله ديالنا كنسيبوا الورق وكنمشيو في حنا. وهذا هو الشيء اللي مجموعه المواطنين رجعوا كيمتعضوا منه وكيشوفوا الحمله الانتخابيه ما هي سوى بلعه الصداع وكذلك واحد التلويت للبيئه، وهذا ما تيخدمش نهائيا المدينه في العمق ديال البيئه الى اخره. وانا في نظري كنتسائل كيفاش ان مرشح اللي كيرمي الازبال في الشوارع ديال المدينه وما كيحافظش على البيئه، كيفاش انه ممكن انه يمثل المدينه ويحافظ على نظافتها مستقبلا. فيما يخص استغلال الدين في الحمله الانتخابيه هنا في طنجه، مؤخرا في الحمله قدمت العداله والتنميه واحد الشكايه ضد واحد الفيديو اللي عملته الاصاله والمعاصره، وبان فيه واحد المسجد الى اخره، على اساس انها اتهمت بان الاصاله استعملت هنا واحد الاشاره دينيه او واحد محتوى ديني. ولكن راه ماشي غير الاصاله والمعاصره في هذا الفيديو اللي هي استعملت الدين، راه مجموعه من الاحزاب هنا في طنجه استعملت الدين بواحد الشكل خطير، واللي هو يستميل المواطنين تجاه هذه الاحزاب. فماشي انك تقول ايه قرانيه للمواطن في الشارع باش تقنعه بتصويت الحزب ديالك، هذه هي عدم استعمال الدين. ماشي انك تبدا واحد المهرجان خطابي آيات قرآنية، هذا ماشي استعمال الدين. حاولوا نشوفوا هذه المشاهد. كرة في ملعب الشعب، خصو ينحاز إلى قوى ديال الإصلاح. غتصوت إن شاء الله يكون خير. علاش غتصوت؟ ما عنديش الورقة اللي ما مسجلش هي أنا، فهمت؟ سمعتك دابا عاد استعملتي آية ديال القرآن، علاش؟ لا هو ما نور على النور. استعملوا في الحملة آية ديال القرآن. واه
الله يهديك الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. جميع الأحوال هاد المرشحين اللي كيستعملوا النفوذ والمال والأطفال وجميع الوسائل الأخرى هما كيدافعوا على البرامج ديالهم، كيدافعوا على الوجود ديالهم السياسي، باغين ينجحوا باغين يبقوا، ولكن من جهة أخرى كنجبروا المقاطعين هاد الانتخابات وأنهم كيدعوا المواطنين أنهم حتى هما ميمشيوش يصوتوا. أجي نشوفوا علاش. أنا ما صوتش لا واحد، ما كان السبب شنو هو اللي كتصوت ليه ما كامل لك الربح؟ نو ما صوتش الا موحال. ها ما كاينش الثقه اليوم مال اللي كيقول لك شي حاجه كيكذب. الزياد من 14 مليون مغربي ما مشاركش ما مسجلش في اللوائح الانتخابيه، وبالتالي نعبر عن نبض هؤلاء ونحاول ان نعطي بعدا سياسيا لمطالب نصف الشعب المغربي اللي مسجلش. ناهيك على اللي مسجل، ونعرفوا اللعبه ديال الانتخابات كيفاش كدوز، والنموذج ديال طنجة اللي كنجبروا مجموعه ديال المحترفين وديال السماسره هما اللي نازلين وكيستعملوا كيجيبوا الناس 100 درهم وكيستعملوا اساليب لا تليق للشعب المغربي ولا تليق الى الديمقراطيه. هاد الفئات وهاد الناس اللي كيطالبوا بمقاطعه ديال الانتخابات، انا كنشوف بان المقاطعه ديال الانتخابات هي غادي تعطي فرصه للمفسدين، وغتعطي فرصه لهذوك الناس اللي باغيين ينهبوا وباغيين يخسروا هاد المدينه انهم ينجحوا ويستمروا في الوجود ديالهم السياسي بهاد المدينه. المقاطعه ديال الانتخابات راه ماشي حل، خصوصا الى لاحظتوا في الخطاب الاخير ديال جلاله الملك قال بانه انت اللي ما غتصوتش ماشي من حقك الى ما توفرتش لك خدمات معينه في المستقبل انك تجي تشكى. علاش؟ لان انت اصلا ما امنتيش باللعبه السياسيه وما مشيتيش تصوت، وانك ما مارستيش واحد الحق اللي ممكن انه يخلي هذه المدينه ترقى وتنمى في المستقبل. بإمكانك أنك تصوت على الشخص المناسب اللي هو قاري واللي كتشوفه بأنه ما غيسرق شيء واللي ممكن أنه يقود هذه المدينة اتجاه التنمية بدل أنك تقطع انتخابات. إذا كان المواطن عليه واحد التحدي وواحد الواجب أنه يمشي لمكتب التصويت ويؤدي الواجب دياله ويختار واحد المرشح، فكذلك هذا المرشح اللي غادي ينجح سواء في المقاطعة أو الجهة راه خصو يوفي بالوعود دياله، لأن الطنجاوي ما بقاش عنده واحد الصبر كافي أنه يزيد يصبر على تجربة أخرى وعاد يشوف النتائج. رخص الأحلام والبرامج والتنمية في هذه المدينة تمشي في القطيرة ديالها. كذلك الأحزاب المكونة السياسية سواء في المغرب أو في طنجة على وجه الخصوص رخصة تعطي فرصة للشباب وتعطي فرصة لأجيال سياسية جديدة وتكون نخب اللي ممكن أنها تقود هذه المدينة وطنجة على وجه طنجة والمغرب على وجه العموم اتجاه التنمية واتجاه واحد المغرب اللي هو مستقر واللي هو كبير الشأن دياله. إلى هنا حلقتنا انتهت، إلى اللقاء.